وخلال الاحتفال بذكرى معركة المنصورة الجوية، قال الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية إن المعركة شكلت رمزا للتحدي بعدما تمكنت مقاتلات مصرية بإمكانيات أقل كثيرا من نظيرتها الإسرائيلية من دحرها ومنعها من تحقيق أهدافها. وأكد يونس أن مصر تخوض حربا ضروس منذ 4 سنوات ضد كيانات إرهابية مدعومة ماديا وتكنولوجيا من جهات تهدف إلى إسقاط الدول.